وننتقل مشاهدينا الكرام هاتفيا إلى الدكتور نبيل أبو ردين الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية. أهلا بك دكتور نبيل. أهلا وسهلا. يعني بداية تعتصر قلوبنا الألم طبعا لهذه المشاهد التي نراها، قلوبنا معكم مصر، معكم الوطن العربي، معكم، والحياة إنه الضمير الإنساني في أي مكان في العالم معكم قلبا وقالبا. يعني كيف ترى المشهد الآن دكتور نبيل في غزة؟ 13 يوما قد مرت، المزيد من القصف، المزيد من الوحشية من قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني. الفصائل الفلسطينية تتحرك يمينا ويسارا، ولكن يعني في النهاية طبعا نرى أنه الاحتلال الغاشم لا يفرق بين طفل وامرأة وشاب ومسن. ما هو المشهد لديك دكتور نبيل؟ أولا هذا الهجوم الذي تشن إسرائيل بدعم أمريكي مستمر في غزة والضفة الغربية. قبل قليل وصل عدد الشهداء في طول كرم في الضفة الغربية إلى 8 شهداء في مخيم صغير فلسطيني يحوي مجموعة من اللاجئين الأبرياء الذين لا علاقة لهم بكل ما يجري. على أي حال إسرائيل مستمرة بهذا العدوان مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية ترسل حاملات الطائرات لحماية إسرائيل ولا تطلب حتى من إسرائيل التوقف عن اجتياحات غزة والغارات على غزة ومنع الدواء والمواد الطبية من الدخول من الأراضي المصرية. على أي حال هذه الحرب الإسرائيلية المعلنة الأمريكية أولا، وثانيا مستفيدة من الفراغ الذي تقيمه المحيط بالمنطقة الذي تصنعه بعض القوى الإقليمية لجر المنطقة إلى حروب جانبية. الموقف الفلسطيني واضح، إما سلام وأمن للجميع أو لا سلام ولا أمن لأحد. منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد، لا التطبيع حيفيد إسرائيل ولا التطبيع حيفيد أمريكا ولا حاملات طائراتها. جربنا كل هذه الحروب، فشلت السياسة الإسرائيلية وفشلت السياسة الأمريكية. الهدف الإسرائيلي الأمريكي الدائم هو كسر إرادة الشعوب وتحديد الشعب الفلسطيني، لكنها لن تنجح في هذا المسار بأي شكل من الأشكال. العالم العربي جميعه يجب أن يرفع الصوت تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها حقيقة هي الداعم الوحيد، هي الداعم الوحيد لإسرائيل. أمريكا جمدت كل الدول الغربية الاستعمارية لحماية إسرائيل، بينما المنطقة تشهد إدانات وتشهد مظاهرات، والحقيقة المطلوب مواقف عربية حقيقية تجاه الإدارة الأمريكية التي تعبث بالأمة العربية وتعبث بشعوبها وتعبث بسيادة دولها وأراضيها. نحن حذرنا باستمرار أن استمرار هذا العدوان على غزة سيفجر المنطقة، وحذرنا الإدارة الأمريكية مرات عديدة وكذلك الحكومة الإسرائيلية، لكن الحقيقة أن الولايات المتحدة لا تستمع إلى أحد ومستمرة في دعم إسرائيل وتزويدها بكل أنواع السلاح وبكل أنواع الدمار. نعم دكتور نبيل، نتحدث الآن مع حضرتك عن يعني حضرتك منذ لحظات تتحدث عن ما تطلبونه وما تتوقعونه من الدول العربية المساندة للقضية الفلسطينية وضرورة الوقوف يعني صفا واحدا للحديث مع الإدارة الأمريكية لتقليل حدة ما تقوم به من دعم مباشر ومساند لإسرائيل. دعني أسأل حضرتك عن الدور المصري، والدور المصري طبعا لا يزايد عليه أحد، ولكن مصر دائما كانت في قلب القضية الفلسطينية، والقضية الفلسطينية كانت دائما من أبرز ملفات السياسة الخارجية لمصر، ليس فقط لأنها من الدوائر المهمة لديها، ولكن لما يربطنا بأبناء الشعب الفلسطيني من يعني عواصر العروبة وأيضا طبعا الأمن القومي والحدود المشتركة. ماذا عن الدور المصري دكتور نبيل؟ يعني لا شك أن الدور المصري هو دور قومي ودور إيجابي ودور داعم للقضية الفلسطينية، لكن دعني أقول لك أن الإدارة الأمريكية وإسرائيل لم تعد
تحسب حسابا للعالم العربي بأسره ولا المجموعات الإقليمية الأخرى. مستمرة في تحدي الأمة العربية، مستمرة في استفزازاتها، مستمرة في الدعم إسرائيل، وهي مقتنعة أن العالم العربي فقط سيقدم الإدانات وسيقدم التشجيع للشعب الفلسطيني وللشعب الفلسطيني. نحن لا نلوم أحد ولا نطالب بأحد سوى أن يكون الصوت العربي الموحد مع الاتجاه واشنطن واتجاه الإدارة الأمريكية، أن الإدارة الأمريكية هي الوحيدة القادرة على إسكات إسرائيل. دون تدخل الإدارة الأمريكية ودون موقف عربي واحد حقيقي وجدي مع الإدارة الأمريكية فإن العدوان سيستمر. وإذا ما توسع العدوان وهو على قاب قوسين يعودنا نحو الانفجار، ستشهد المنطقة العربية جميعها كوارث جديدة، وسيتم العبث بسيادة بعض الدول العربية، وللأسف أن الإدارة الأمريكية مستمرة في هذا الموقف رغم كل التحديات. الرئيس الأمريكي يصل إلى إسرائيل وفقط كل ما يطلبه هو دعم إسرائيل وحقها بالدفاع عن النفس، وينسى أن الشعب الفلسطيني يوميا يدفع مئات الشهداء ويدفع مئات الضحايا، وليس هنالك أي كلمة توقف إسرائيل عند حدها. المطلوب هو فعلا موقف عربي واحد موحد تجاه الإدارة الأمريكية، أنه لا يجوز العبث بالشعب الفلسطيني وبالقضية الفلسطينية بهذه الطريقة. اعتادت الإدارة الأمريكية أن تسمع شددا عربيا وصراخا عربيا وبيانات عربية، وكل المطلوب هو فقط أن تعرف الإدارة الأمريكية أن العالم العربي لن يقبل بهذا العبث ولن يقبل بهذه الاستمرارية. الشعب الفلسطيني محاصر منذ أكثر من 70 عاما. الأمة العربية وشعوبها وحكامها عملوا ما يستطيع أن يفعلوه، لكن للأسف الإدارة الأمريكية لا تستمع لأحد، وإسرائيل مستمرة في تحدي الشعب الفلسطيني والأمة العربية، مستهترة بكل شعوبها وبكل مقدساتها والأعراف. ولكن يعني دكتور نبيل، دعنا نرى الصورة بمنظار آخر، أنه تحمس وموافقة وتأييد عدد كبير وليس بقليل من زعماء وقادة دول العالم للمشاركة في قمة السلام بالقاهرة السبت المقبل، والجلوس على هذه الطاولة والخروج بالتوصيات إن كان ما بها أوراق مختلفة للضغط على الإدارة الأمريكية، التحدث مع الإدارة الأمريكية والتحدث حتى مع دول الغرب، هذه ربما تعطينا بادرة أمل أو بصيص من الأمل للتقدم في هذا الملف ووقف نزيف دماء الفلسطينيين. لا شك أي حركة عربية لها أثار إيجابية، وأي حركة وطنية قومية عربية مفيدة، لكن كما قلت لك الإدارة الأمريكية يجب أن تشعر بجدية مختلفة. يجب أن تشعر الإدارة الأمريكية أن الشعب، أن شعوب الأمة العربية وحكامها لن يقبلوا باستمرار هذا العدوان، ولذلك ليس مطلوب فقط الإدارة الأمريكية أن تغير موقفها، مطلوب من العالم جميعا أن يغير موقفه تجاه العدوان وتحديد مواقف سياسية لا تسمح باستمرار هذا العدوان اليومي. نعم. نحن نوحد بكل لقاء عربي وبكل تجمع عربي وبكل نشاط تقوم به الدول العربية والشعوب العربية، المظاهرات العربية في كل العواصم العالم العربي والإسلامي. نعم. وحتى في الغرب وفي واشنطن، حتى في الكونغرس الأمريكي هناك مجموعات اقتحمت الكونغرس الأمريكي بالأمس. العالم كله مع الشعب الفلسطيني، العالم هناك كله انتفاضة. مع الفلسطيني. لكن هنالك استخفاف إسرائيلي مدعوم من الإدارة الأمريكية يتحدى الشعب الفلسطيني والأمة العربية، ولا يعبث بكل ما نفعل، كل ما هنالك أننا سنقف صفا واحدا في الدفاع عن حقوقنا مهما طال الزمن. نعم طبعا، فهذا الأمة العربية مهما طال الزمن. نعم، فهذا هو حقكم المشروع دكتور نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية. قلوبنا معكم، والضمائر، ضمائر العالم، ضمير العالم كله معكم ومع كل فلسطيني يناضل من أجل حقه ومع
يعني دائما كل الشهداء وهذه الصور الحياة المروعة التي تذهب النوم حقيقة من أعيننا وتجعلنا طيلة الوقت نشعر أنه نريد أن نقدم شيئا، حتى إحنا كمواطنين عايزين نعمل حاجة وعايزين نكون موجودين، ولكن في النهاية هي إرادة الله، وإن شاء الله نأمل كل الخير ونأمل دائما للشعب الفلسطيني السلام والأمان، وإن شاء الله يعود الحق لصاحبه عن قريب جدا. شكرا لك.